بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا مشتركين ومشاهدين ومتابعين قناتي المتواضعة محمية طيوري الجميلة، أصورهم لكم. طبعا جانا أمطار ما شاء الله، ما زالت متواصلة الأمطار، فغسلت غسلت الأرضية بالكامل، حطيت لهم موية جديدة، حطيت لهم رز، يحبون الرز ما شاء الله العظيم. حطيت لهم حب، أكلوا الفراخ وتروشوا في الموية. الآن جالسين ينسلون في عمارهم ويعدلون في ريشهم. شايفين الجميع مهتم بالتنظيف، ينسلون الريش ويرتبون في عمارهم، أمورهم تمام التمام الحمد لله. أبشركم الهاف أورنج لف عش هنا. هذا هو الهاف أورنج اللي هذا الأنثى حقته، يعني الحمد لله قريب بيض إن شاء الله الأسبوع هذا، الأسبوع الجاي أموره تمام إن شاء الله. الإمام الماسي فقسوا فرخين، فرخ احتمال يجي فضي أبيض فاتح، ما أدري صراحة، لأن أبيض مرة واحد، لا يمكن يجي شبه الجدة، لأن جدة أزرق، أو يجي مشجر، راح نشوف. طبعا هذه أمه لونها فاتح ما شاء الله، هذه أم الفرخ، وأبوهم ما هو بشين، لونه حليو قريب منها، إن شاء الله يطلع لنا فرخين حلوين. طبعا جدهم اللي هو الجوز المنتج عندهم بيض الآن، في عنده فرخ جابه واحد بعته، طلعوا اثنين ذكور، وهذول احتمال بعد اثنين ذكور، هذا واحد منهم ما شاء الله لونه فاتح مرة، هذا أخوه شوي، لا الصدر فيه شوي أزرق أو نيلي، أو والظهر شيء بسيط بس ما راح يكون أبيض صافي، هذا قريب للأبيض الصافي. وين راح ضيعته؟ كيف أجيبه؟ هذا هو ما شاء الله لونه ممتاز، هذا ذكر، نقول إن شاء الله إن البطن اللي عند هذولا يطلع منه أنثى اللي هي البيضة، هي الصغيرة طبعا، البيضة الأولى اللي فقست طلعت شوي الفرخ إذا بين في شوي سواد فيكون فضي نيلي، فإن شاء الله الفرخ الصغير طالع أبيض مرة صافي، إن شاء الله يطلع أنثى نطبقه على هذا. عطونا كم شهر كذا وإن شاء الله تزبط الأمور ونشوف. طبعا ما في عندنا بيض أبد إلا احتمال بنت السوبر جامبو من زوجة واحد هاف أورنج باستيل فاون، احتمال بعضه هنا في البيضة هذه، احتمال في هذه. طبعا عندنا هنا ثلاثة فروخ بس، هذا اللي عندنا موجود حاليا ثلاثة فروخ، الباقي كلهم طالعين وكبار، يعني في عمر شهر ونص شهرين. هذا اللي عندنا، سلامتكم في أمان الله.